رقم 10 اللي بدي اختم فيه هذا الفيديو، لوسيل بلازا تاورز بس ب3 مليار. اعرف قديش حجم الشغل، اعرف حجم الشركات اللي حتشتغل فيها. اعطيتك 10 بروجيكتس يمكن هدول لحالهم في ميزانية الدولة. مرحبا جميعا، كيف حالكم؟ يعطيكم الف عافية. في الفيديو الماضي انا حكيت لك انه انت هلا بلشت فرصتك انك انت تبلش تقدم على وظيفة، اذا انت كنت من الناس اللي حابين انكم تيجوا على دولة قطر. ليه؟ لانه المطارات كمان شهرين راح تفتح، راح تبلش الناس تروح وتيجي بين الدول، وراح تبلش الحياة ترجع طبيعية. فانت خلال الشهرين ثلاثة دول الجايين هم فرصتك في انك انت تحاول انك انت تحصل فرصة عمل، واللي بحصلها هلا مش راح يحصلها بعدين، واللي بروح عليك هلا مش راح يرجع لك بعدين. فبلش ولا تستنى كثير. اليوم اللي انا بدي احكي لك اياه هو انه في كثير مشاريع وفي كثير شركات رجعت تستأنف العمل، وكثير مشاريع رجعت يتم ترسيتها على الناس او على الشركات اللي ممكن انها تشتغل فيها. واللي انا بحكي فيه اليوم هي مشاريع هندسيه وشركات مقاولات رئيسيه او شركات هندسيه او سب كونتراكترز او سب كونسلتنتس. بس كل التخصصات ممكن تشتغل مع هاي الشركات، سواء كنت مهندس، سواء كنت اي تي، سواء كنت رجل امن، سواء كنت دوكيمنت كنترولر، مدخل بيانات، محاسب، سكرتارية. كل هاي الوظائف ممكن انها تشتغل مع هاي الشركات. فاليوم انا بدي احكي لك ايش في شوية مشاريع هيك على السريع تم ترسيتها وهي حاليا اندر كونستراكشن، وكل هاي الشركات انت ممكن انك انت تتوظف فيها وتقدم على وظيفة فيها. اول مشروع انا بدي احكي لك عنه، او قبل ما احكي لك شو المشاريع، حط في بالك انه كمان هاي هي المشاريع الترندنج في دولة قطر اللي هي جديد عم بيتم ترسيتها او جديد عم يتم الحكي فيها، او انها هي مشاريع كثير كبيرة والسكوب فيها كثير كبير. ترندنج بروجيكتس ان قطر. خلينا نبلش. اول مشروع انا بدي احكي لك عنه اسمه بيد داون بروجكت العديد بيس، في منطقه اسمها العديد. فانت ممكن انك انت تدور على اسم البروجكت وتعرف مين الناس اللي عم بيشتغلوا في هذا البروجكت وتروح تقدم عليهم يا معلم. المشروع الثاني اللي انا بدي احكي لك عنه هو انتيرير فيت اوت اند فينيشينج وركس اند ام اي بي سيرفيسز لفرونت اوف هاوس اريا لوسيل كتارا هوتيل. دور على برضه هذا المشروع، روح شوف للشركات اللي بتشتغل فيه وسنس انه عم بيحكي انتيرير فيت اوت او انتيرير فينيشينج، فانت عم تحكي عن سب كونتراكتر، اما فيت اوت كونتراكتر او انتيرير كونتراكتر. ام اي بي سيرفيسز فهو اما مين كونتراكتر وبرضه سب كونتراكترز ممكن يشتغلوا في الام اي بي سيرفيسز. جو اهيد ودور. في بروجكت او منطقه اسمها ياسمين سيتي، وهلا في حاليا تم ترسيه مشروع ريزيدنشال بيلدينج في هذه ياسمين سيتي، فانت برضه ممكن انك تدور على هدول الاسمين وتشوف وتلاقي وظيفه. المشروع رقم 4 Education City School QF Future Schools. QF يعني قطر فاونديشن، واللي ما بيعرف شو يعني قطر فاونديشن يروح يدور عليها. وبس ببساطة عشان ما تتضايق كثير من المشاريع بتحكي لي طب ما هو راح يوظفوا مهندس او راح يوظفوا مهندسين، بحكي لك انه هاي السكولز مثلا الكلفة تبع البروجكت 55 مليون دولار، واحسب بعملتك انت قديش ممكن يكون كوست البروجكت، فممكن تتخيل قديه حجمه، وممكن تتخيل قديه الستاف المطلوب لحتى انه هو يشتغل على هذا البروجكت. والمشروع رقم 5 اللي انا بدي احكي لك عنه دايابيتيز هوسبيتال في منطقة لوسيل، وهو مستشفى مرض السكري. المشروع رقم 6 حمد انترناشنال ايربورت اكسبانشن ووركس. وما لك حكيتها يا جاسر بهذا الاحترام، اللي بدي احكي لك اياه انه هذا البروجكت لحاله ب3 مليار. فانت ممكن انك انت تعرف قد ايه بدنا ناس تشتغل في هذا البروجكت. حمد انترناشنال اكسبانشن ووركس، في كونسلتنتس، في كونتراكترز، في سب كونتراكترز، في سب كونسلتنتس، في سيرفيس بروفايدر. انت ممكن يعني حجم الوظائف اللي ممكن يكون متوفر او اللي ممكن يتم توفيرها كثير كبير. فدور بس انت، ارجوك هي عم بعطيك اسماء البروجكتس اللي تروح تدور عليهم. والمشروع رقم 7 اللي انا بدي احكي لك عنه روز اند انفراستراكشر ووركس، في منطقه اسمها الادقه، ومنطقه اسمها الخور، ومنطقه اسمها الهيدان. فانت لما تدور اول هيدان ما بعرف كيف السبيلنج تبعها، بس انت ممكن انك انت تدور عليهم واشتغل. انا عم بحاول انوع لك في المشاريع عشان ما تحكي لي طب هدول كلهم عماره، هدول كلهم ستراكشر، هدول كلهم ام اي بي. لا حبيبي، انا عم بنوع لك في البروجكتس لحتى انت تلقط الوظيفه اللي انت عم بتدور عليها، او الوظيفه اللي بتناسبك، او تتناسب مع المسمى الوظيفي اللي بتناسب مع دراستك. ورقم 8 اللي انا بدي احكي لك عنه ريزيدنشال تاور في منطقه في قطر اسمها الدفنه. واللي ما بيعرف منطقه في قطر اسمها الدفنه، بس يكتب على الجوجل ويشوف المنطقه، هي ورا منطقه اسمها الويست باي،
او في منطقه اسمها لوست باي تندمج معها منطقه الدفنه. فانت ممكن انك انت بس تكتب هذول التنتين وتعرف شو يعني ريزيدنشال تاور في منطقه الدفنه، فتعرف انت شو حجم الوظائف اللي راح يوفرها. ورقم 9 في البروجكت اللي احكي لك عنه شيء اسمه جاردينو مول في منطقه اسمها ذا بير اللؤلؤه. اذا ما بتعرف شو اللؤلؤه دور عليها واعرف قديش راح ينفت مصاري على هذا البروجكت، واعرف قديش ممكن يأمن وظائف. رقم 10 اللي بدي اختم فيه هذا الفيديو، لوسيل بلازا تاورز بس ب3 مليار. اعرف قديش حجم الشغل، اعرف حجم الشركات اللي هتشتغل فيها. اعطيتك 10 بروجيكتس يمكن هدول لحالهم في ميزانية دولة، فانت ممكن تعرف قديش ممكن يأمنوا لك او يأمنوا للشعب وظائف او للناس اللي ممكن تشتغل وظائف. اللي بدي اياه منك بس جوجل على اسماء هاي البروجكت، حيطلع لك برضو اسماء الشركات ممكن اللي عم تشتغل فيها، وتشوف انت كيف ممكن تقدم عليهم. اذا انت موجود في دولة قطر ما تبعت ايميل وتقعد تستنى وما حدا رد علي، وما ترد احد اللي بيقول لك ما انت راح تروح يحكوا لك هات السي في. حاول تروح قدم السي في، حاول ترن على التلفون وتطلب مين الشخص المسؤول عن البروجكت هاد وتحكي معه دايركت. حاول انك انت تبعت الايميل تبعك بطريقة مناسبة لهذا الشغل. حاول انك تدخل على مواقع الشركات الخاصة بهاي البروجيكتس وانك انت تشوف شو الوظائف اللي طالبينها وتقدم على الوظائف اذا بتناسب شغلك. اعمل اي شيء بس لاقي وظيفة. من هون لتلاقي وظيفة وتيجي على قطر اذا انت برا دولة قطر، او تلاقي وظيفة وانت في دولة قطر وتبعت لي انك انت لقيت وظيفة عن طريق هذا الفيديو. بشوفكم بألف خير وبالتوفيق للجميع وسلام.